برحب مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم الكرة والجماهير. النهاردة عنوان حلقتنا المستحيل مش أهلاوي، دايما بنراهن على النادي الأهلي ودايما بنراهن على الجهاز الفني واللاعبين، وزي ما كلنا متفقين لما تتابع كل الأهلاوية في كل مكان الكل بيقدم المساعدة، الكل بيقدم الدعم وبيراهن على اللعيبة، وده المهم. قلنا في أوقات صعبة أكيد نتيجة مباراة الترجي مش مرضية، ولكن مرينا بمواقف كتير جدا على مر العصور مع النادي الأهلي، ودايما لما بنراهن على اللاعبين الرجال أكيد بنقدر نحقق الهدف بتاعنا كلنا، وهو اللي أنت بتحقق الغير متوقع. إيه هو الغير متوقع المرة دي؟ نتكلم على تاريخ قبل كده ومرينا بظروف صعبة ومرينا بمواقف زي دي، لكن دايما كنت بتفقد، تلاقي البعض فقد الأمل والبعض لا بيراهن على اللاعبين والبعض متفائل. الحالة المرة دي سواء نجوم النادي الأهلي ورموزه اللي أنا بحييهم جدا جدا، كل الكل على قلب رجل واحد، جماهير النادي الأهلي في كل مكان ما اتكلمتش في سلبيات خالص. أنا ما شفتش ناس بتتكلم في سلبيات، بعد المباراة بتبقى غضبان من لاعب من هدف، الكلام ده طبيعي، لكن من بعد المباراة الكل الأهلوية ظهروا بمعدنهم الطيب والمساندة والدعم اللي بيقدموها في كل مكان. كل ما تتكلم مع كل حد إن شاء الله متفائلين، إن شاء الله اللعيبة قادرة اللي احنا نكسب، ده كلام محترم جدا جدا. عشان كده المستحيل عمره أو المستحيل مش قلاوي، زي ما جماهير النادي الأهلي، ده شعار حلقتنا النهاردة. طول الحلقة هنخرج شوية بس نناقش موضوع مهم جدا مع حضراتكم، ممكن يبقى لمدة 5 دقايق، وأتمنى الموضوع اللي هنناقشه دوت كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان يشوفوه، وكمان أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي يشوفوه، وكل أهلاوي يشوفه عشان يفهم قد إيه بنخاف على مصلحة النادي، وعمرنا ما هنتكلم في حاجة تضر نادينا. فبدعو بعد ما نسمع المكالمة الأول من زميلي كريم أحمد نطمن على الفريق، مهم جدا لكل الأهلاوية بعد المكالمة يكونوا معانا ويسمعونا ويفهموا ويعرفوا قد إيه اللي إحنا عمرنا ما هنتخلى عن نادينا، وهنظهر الحق النهاردة وبكرة وبعده وكل يوم. خلونا نطير بسرعة لزميلي كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي. كريم برحب بيك، وعايزين نعرف منك كل التفاصيل اللي تخص فريق كرة القدم. أهلا بك يا كابتن شادي، وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. زي ما بنقول استعدادات مكثفة لكابتن حسام البدري وكل لعيبة النادي الأهلي، مباراة مهمة زي ما احنا عارفين. النادي الأهلي إن شاء الله يكون عند حسن الظن وإن شاء الله يتأهل من رادس. النادي الأهلي عملها قبل كده، وأنت كنت واحد من نجوم النادي الأهلي كابتن شادي، ولعبت كمان في تونس على ملعب رادس، فكلنا ثقة في الكابتن حسام وفي لعيبة النادي الأهلي إن شاء الله يصعد ونتاهل من رادس باذن الله. ارجع معاك تاني النهارده كابتن حسام البدري والجهاز الفني، تدريب صباحا في الساعه 9 صباحا بحضور جميع اللاعبين. بدا التدريب ببعض الجري الخفيف حول الملعب، ببعض الاطالات مع كابتن انيس الشعلالي، لكن حاول الكابتن حسام البدري النهارده يقسم اللاعبين لمجموعتين. كل المقيدين في القائمه الافريقيه كانوا في مجموعه، واللعيبه اللي مش مقيده في القائمه الافريقيه كانت في مجموعه ثاني. عمل النهارده كابتن حسام في ثلثين الملعب تقسيمه كانت قويه جدا، واوقف التقسيمه اكثر من مره، كان فيها شرح للاعبين الاخطاء الدفاعيه، كان بيحاول ان هو يقول للعيبه عايزين نعمل كثافه عدديه في نص الملعب بشكل كبير جدا في المباراه. الكل كان مركز جدا في هذه التقسيمه، تالق بشكل كبير عماد متعب شركه الاكرام النهارده كان ليه دور كبير جدا سواء في التدريب او في التقسيمه، واشاد بيه كابتن طارق سليماني كابتن حسام البدري. شريف مركز جدا وده اللي واضح عليه وده اللي احنا شايفينه في التدريبات، وبتمنى له طبعا كل التوفيق. النهارده يمكن زي ما بنقول المجموعه الثانيه اللي لم تشارك او ما بتشاركش بصفه مستمره، او المجموعه اللي مش مقيده افريقيا، ادت النهارده مران تحت اشراف الكابتن سيد معوض. كان بعض الاوفرات بعض التصويب على المرمى، تقسيمه مصغره اربع اربعات كده مربعات بالنسبه للاعبين، الكل جاهز ان شاء الله لهذه المباراه. وعايز اكد لك جاهزيه كمان ميدو جابر. ميدو جابر طبعا كان عنده بعض الاجهاد في منشا العضله الضمه، شارك امس وشارك اليوم، النهارده شارك بكل قوه وبيؤكد جاهزيته ان شاء الله يكون ضمن قائمه فريق النادي الاهلي المتوجهه الى تونس. وليد ازارو كمان النهارده كان عنده كدمه قويه كده مع محمد نجيب. النهارده طبعا الحماس الكبير والشديد لكل اللاعبين، حذر منه كابتن حسام البدري عدم الاحتكاكات عدم الالتحامات. لعيبه النادي الاهلي يعني بلغه الكره بنقول مش مستحمله اصابات، ان شاء الله كل اللعيبه ما بقاش فيها اي مشاكل. وليد ازارو تعرض لكدمه كده في الكتف كان تعرض بيها قبل كده، لكن يمكن شارك اصر ان هو يشارك في التدريب وظهر بشكل رائع جدا في المران. كمان النهارده ظهور عبد الله الشامي
الوافد الجديد النهارده ما شاركش طبعا في المران الجماعي، لكن النهارده كان اول ظهور ليه مع ومحطوط له كده برنامج طبعا بدني وتاهيلي من انيس الشعلاني مخطط الاحمال ابو العيله. طبعا كابتن محمد ابو العيله هو اللي بيشرف عليه، وان الله بنتمنى له كل التوفيق. يمكن طبعا كل اللعيبه مركزه، كل اللعيبه ان شاء الله عندها امل وثقه كبيره في حاله تفاؤل واصرار وتركيز، ده اللي احنا شايفينه كابتن شادي من خلال التدريبات. النادي الاهلي هيتدرب غدا في الساعه 5، كان النادي الاهلي بيتدرب امس واليوم في الساعه 9 صباحا، لكن هيعدي الكابتن حسام البدري التدريب الى الساعه 5 غدا على ان يطير ان شاء الله بعثة فريق النادي الاهلي صباح يوم الخميس او فجر يوم الخميس متوجهه الى تونس. عقب الوصول لتونس هيكون طبعا في مران يوم الخميس، اليوم اللي هيوصل فيه النادي الاهلي هيكون في مران يوم الخميس على ملعب الجامعه، يمكن احد الملاعب القريبه من فندق اقامه النادي الاهلي، ويوم الجمعه يكون التدريب الرئيسي على ملعب رادس اللي هيستقبل مباراه النادي الاهلي. الامور ماشيه بشكل طيب زي ما بقول لك كابتن شادي بالنسبه لكل لعيبه النادي الاهلي، وينقص كل التوفيق ان شاء الله في مباراه الاهلي والترجي ونتاهل باذن الله من راس. كريم انا عارف ان انت دايما بتبقى موجود في التدريبات وموجود في النادي بشكل عام وقت طويل جدا. الكواليس ما بين اللعيبه وبين ما بينهم وما بين بعضهم ده مهم جدا نعرفه. الحقيقه كابتن شادي بقول لك الاصرار اللي احنا شايفينه من اللعيبه والتركيز، اللعيبه مركزه يعني بشكل كبير جدا، كل اللعيبه بتتكلم مع بعض في اهميه المباراه واهميه غلق ما حدث في مباراه الاهلي والترجي من سوء توفيق وسوء توفيق ايضا كمان في التحكيم. كل اللعيبه مركزه بشكل كبير، اللعيبه عندها اصرار. بقول لك كابتن حسام النهارده كان في تحذير للعيبه بعدم الالتحام القوي، لان كل اللعيبه عندها حماس شديد جدا، كان واضح النهارده في التقسيمه. كل اللعيبه كابتن شادي باكد لك على تركيزهم الشديد، تركيزهم الكبير، يعني عندهم ثقه ان شاء الله في ربنا سبحانه وتعالى في البدايه وفي كل لعيبه النادي الاهلي وفي الجهاز الفني ان احنا ان شاء الله نحصل على بطاقه التاهل من رادس، وده اللي اكيد بيتمناه كل جمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي، واكيد احنا كمان في قناه الاهلي بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. كريم الكابتن حسام كان ليه تصريحات النهارده بعد او قبل التدريبات، قال حاجات معينه للاعلاميين ولا ما اتكلمش خالص؟ لا يمكن بعيدا عن التصريحات، هو يمكن عقب انتهاء المباراه التدريب على طول هيخصص محاضره فنيه للاعيبه النادي الاهلي عقب انتهاء المباراه لكل ايضا كمان اللاعبين اللي كانت مقيده في القائمه الافريقيه، وسمح للعيبه المش مقيدين ان هم طبعا يغادروا بعد انتهاء المران. قعدوا طبعا اكثر من 25 دقيقه محاضرات فنيه زي ما بنقول الكابتن حسام، نقاط القوه والضعف الفريق الترجي سواء في البطوله العربيه سواء في المباراه الاخيره مباراه النادي الاهلي، بيحاول الكابتن حسام ان هو يكثف من المحاضرات الفنيه لكل اللاعبين، الواجبات الدفاعيه والهجوميه وكل حديث في الجهاز الفني وكابتن حسام بالاخص على ان فرصنا قائمه، فرصنا كبيره، قادرين النادي الاهلي ان هو يحقق نتيجه ايجابيه هناك ويصعد من رادس، وده اللي احنا زي ما بقول لك شايفينه في التركيز الكبير سواء في لعيبه النادي الاهلي او الجهاز الفني، وده اللي بنتمناه بكل التاكيد يا كابتن شادي. حابب تضيف اي حاجه ثانيه يا كريم؟ يمكن دي كانت اهم كواليس النهارده تدريب النادي الاهلي، وكلنا بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ويبقى التوفيق حليفهم ان شاء الله في مباراه الاهلي والترجي التونسي. كريمي زميلي كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك انت وزمايلك دايما بتقولوا لنا كل حاجه تخص الفريق والاهلي دايما، وجمهوره والجماهير بتحب تطمن على الفريق على كل صغيره وكبيره. بشكرك شكرا جزيلا مراسل قناه النادي الاهلي كريم احمد. عايز اتكلم كمان، اتكلمنا في نقاط ايجابيه كتير جدا امبارح.